نروح لاخر خبر، وهو خبر خاص بوزاره النقل، لان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اعلن الانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقه موقف العاشر وتشغيله تجريبيا امام حركه السيارات. طول الكوبري بيبلغ حوالي 1250 كيلو متر بعرض 30 متر وبواقع 7 حارات. وزير النقل أكد في تصريحات له قبل أيام أن كوبري عدلي منصور سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية اللي كانت نفق السلام بيشهدها طوال الفترة الماضية، وحضراتكم عارفين طبعا إيه اللي كان، يعني الناس اللي بيروحوا من هذه المنطقة عارفين مدى المعاناة اللي كانت بتحصل. النفق هيكون في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، وهيتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة علشان يدخل منطقة المرج. الحقيقة المنطقة دي من المناطق اللي كانت شاهدة اختناقات كبيرة جدا، واعتقد ان يعني الكوبري عدلي منصور ده هيفرق كتير مع الناس اللي موجودين. هو يمكن زي ما قلنا في بداية الفقرة ديت ان الدائري بيتم اقامة دائري جديد الحقيقة، لان تخيل حضرتك ان الدائري في تصميمه قبل اللي هو الدائري الحالي ده مصمم ان هو يستوعب حوالي 75,000 مركبه في اليوم. تخيل ان الان الدائري بحالته ده بيستقبل 275,000 مركبه في اليوم. فشوف كم التكدس وكم الزياده، يعني هو تقريبا طاقته زادت عنه ب 300%. وبالتالي كان في لازم التفكير يتم بشكل عملي، والحقيقه اللي بيتم يعني شيء رهيب جدا جدا، لان صعوبه العمل الان ان انت بتشتغلي في ظل مش عاوزه تقفلي حركه المرور، حركه المرور مستمره على الدائري، وفي نفس الوقت بتشتغلي في التوسعات اللي حاصله الطريق. يعني الحقيقه لما يخلص هيبقى واحد من اهم محاور المرور في القاهره. يعني الطريق هيبقى من 3 حارات، في اماكن هيبقى فيها 7 حارات، في اماكن فيها 8 حارات. طبعا بيتم توسيع، لان كانت المشكله مش بس في التوسعات، المشكله في المخارج اللي هي عشان تعمل عمليه تفريغ من على الطريق. ويمكن كانت المنطقه اللي هي فيها الازمات المروريه ديت كان منطقه المرج اللي حضرتك اشرت ليها، ومنطقه البساتين والمنيب والكلام ده. فهو دلوقتي بيحصل عمل جبار في هذا المكان. عمليه طبعا المساله الشغل فيه صعبه جدا، لان انت التوسع بيستلزم هدم بعض البيوت وهدم نقل مرافق، ومساله مركبه جدا ومعقده جدا. فالحقيقه تم انجاز جزء كبير جدا من هذه التوسعات، والحقيقه مش بس الدائري هيبقى مجرد ممر، لا هيبقى ممر امن جدا، ممر مراقب بالكاميرات، وهيبقى واحد من اهم المحاور المروريه اللي هتبقى المحاور الحديثه اللي هي فعلا بتحزم القاهره الكبرى. انا بشكر حضرتك.